السلام عليكم. بالفيديو: تدريب للقوات الجوية الإيرانية على رصد وتعقب صواريخ تطلقها المقاتلات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشر الجيش الإيراني مشاهد لتدريب قواته الجوية على رصد وتعقب صواريخ تطلقها المقاتلات، وكان نائب قائد سلاح الجو الإيراني العميد مهدي هاديان أكد في 26 ديسمبر الماضي استعداد قواته لمهاجمة ومواجهة أي تهديد برد مدمر، وقال إن سلاح الجو في الجيش الإيراني يواجه الخطر الثام منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، إلا أن مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.